لما تلاقي الدنيا واقفه قدامك، كل اللي بوابه مقفوله قدامك، رغم انك بتصلي وتصوم وفرايض وراجل ملتزم دينيا قريب من ربنا، كل الدنيا مقفوله في وشك، كل الباب مقفوله في وشك. في الوقت ده حاول كده تراجع الفتره اللي فاتت من عمرك، وشوف انت عليك فواتير لمين ما سددتهاش. راجع كده نفسك هتلاقي ايه؟ تلاقي نفسك عليك ايه؟ فواتير قيمه كده ما سددتهاش. فواتير عليك لعلاقتك بامك وابوك، فواتير عليك وعلاقتك باهلك اخواتك خلانك امامك، فواتير عليك ظلمت حد في يوم، فواتير عليك انك كسرت خاطر حد في يوم. شوف كده هتلاقي فيه فواتير كده انت مش واخد بالك منها، جمعها كده هتلاقي الفواتير دي كلها انت تدفع ثمنها دلوقتي. وده حاجة كويسة انك تحمد ربنا ان ربنا بيدفعك ثمن الفواتير دي في الدنيا، عشان عايز ياخدك نضيف زي الشيخ. تلاقي شيخ امام مسجد، شيخ داعية اسلامي، شيخ داعية اسلامي، فبيجي له مثلا الله اكبر مرض خبيث، هل ده الراجل ده وحش؟ لا، ممكن تكون الراجل ده يعني عليه فاتوره قديمه هو نسيها او مش واخد باله منها، فربنا يعني ايه برضه يعني عايز يدفع الفاتوره دي في الدنيا علشان خاطر ياخده ضيف. ده ايه ده؟ من حب ربنا فيه، ده من حب ربنا ابن ادم ده، ده هو عايز يدفع الفاتوره دي في الدنيا، مش عايز يدفع له في الاخره، عايز ياخده نضيف، يجي له في الاخره كده نضيف زي ما كان. فانا عايز اقول بس كل واحد الدنيا مقفوله في وشه، الابواب مقفوله في وشه، شغل واقف، جواز واقف، خلفه واقفه والاخر، رغم انه بيصلي وبيصوم وملتزم دينيا وربنا والاخره، عايزه يراجع فواتيره القديمة كلها الفترة اللي عدت من حياته. شوف كده ايه، شوف كده الفواتير كده، شوف كده هتلاقي عندك اكتر من فاتورة قديمة كده انت ما دفعتها، هتلاقي فواتير كتير. الفواتير دي كده جمعها وشوف مخطئ في حساباتك، وان ربنا دايما على حق وبيحبك. تش صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.